السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نديرو إيفاليواسيون ديال لا بخوميييغ سوميستخ صفحة 47 من لوازيس ديمو ديال السنة الثانية من التعليم الابتدائي. إذا على بركة الله نبداو. كونسين دوغال دي سكو في بوتي بوالو دون شاكان دي ديسان. هنا غادي نقولو اشنو كيدير هاد بوتي بوالو في كل ديسان. عندنا هنا لو بوتي بوالو سو ليف لو ماتان. Il prend son petit déjeuner. Il se prépare d'aller à l'école. Et là, il dit au revoir à sa mère. Consigne de lecture. Lis ce qui suit. Aqra'o ma yali. هنا غير حاولوا تعلموا وليداتكم ما يبقاوش يقراو هذه ام وما يقراوش هذه بي. يقراوها م بحال الميم بالسكون لان هي اللي غتنفعهم يعني في القراءه ديال الكلمات. وهذا من بعد غيوليو يقراوها م ملي ما كيكونش حداها اون فوايل بحال ا و اي و يو او 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 غيتقرا م. هنا م ا اي ب ل او ن او د يو ت ب. Ma, bi, do, le, pu, ti, te, la, ne, na, du, de. بالنسبة للمتعثرين في القراءة في la lecture ما عليهم إلا بهاد لي سيلاب. كثروا لوليداتكم من هاد لي سيلاب باش يتعودوا يبقاو يقراوهم مزيان. مثلا هنا مطلوب مني نقرا هذه الكلمه غنحاول نقسمها لي سيلاب. مالا دو مالا دو بو تي. هنا تي ما كتقراش الاخيره ما كتقراش. بو تي بول بول. هنا ال ما قدامهاش شي فوايل باش كنقراوها بحال فيها السكون كما قلت لكم. هنا بول دو du papi papi mami mami papa. Consigne d'écriture, écris les syllabes suivantes. هنا غنحاولوا نكتبوهم. حاولوا تقريوهم لوليداتكم. يلا معايا مو دا تي بو لا نو تو. حاولوا تعاودوهم ليهم بزاف ديال المرات تيتحفظوا ليهم. يعني غير يولي يشوفها يولي يقراها بلا ما يفكر. اكري دي مو سويفون. دومينو لون. هنا مكتوب لينا هنا مطلوب منا اننا نكتبوهم. هنا حاولوا تكتبوهم بزاف ديال المرات. التمرين الاخير اكري اون شيفر les nombres dictés par le professeur. Par exemple, le professeur régulia 8, inktib 8, galia 9, inktib 9, galia 11, inktib 11, et ainsi de suite. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو. كنشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.